موضوع مهم جدا عند العائلات الجزائرية، عند الأطفال أيضا وعند كل الناس اللي عندهم أطفال، حتى الجد والجدة واللي عندهم أحفاد أكيد يهمهم يعرفوا كل المعلومات فيما يخص الكذب عند الأطفال. البحث في الأسباب يساعد في تفادي هذا السلوك السلبي. خلوني نرحب بداية بالسيدة زقاد سارة، صباحك سعيد وشكرا على إطلالتك الدائمة معنا في البرنامج. شكرا جزيلا، صباحك أسعد وصباح الخير لكل متتبعي شروق مورنينج. يلا بداية باش نحكوا في هذا الموضوع، نتعرفوا على وقتاش الطفل يبدا يكون له مكتسبات. نعم، العمر يعني اللي يبدا يبانوا فيه ولا يبدا الطفل يكتسب فيه بعض السلوكيات من المجتمع. نعم اكيد، اول شيء لازم نعرفوا باللي فقط سلوك الكذب ماهوش سلوك فطري، يعني ما راحش يزيد مع الطفل. الطفل راح يكتسبه، وقتاش يبدا يكتسبه باش نعاودوا نرجعوا للسؤال. وانا ثاني باش نعلق على هذه النقطة تحديدا، لأنه نعم. نسمعوها بزاف، تعقل لك هذا كذاب ورثها. ورثها نعم، هي في الأصل يعني ماشي وراثة، يعني ما زادش معك. كي نقولوا سلوك وراثي يعني يقدر يزيد مع الطفل، لا، هو سلوك مكتسب، يعني لاحظ ورفض هذاك السلوك ولا هو يطبقه، يعني عبارة عن تقليد. التقليد في كل مرة راح يقلد هذاك السلوك يولي عنده عادي، يعني يكون السلوك هذاك داخل في، يكون عنده قبول داخلي لهذاك السلوك، استيعاب نوعا ما، نقولوا استيعاب داخلي لهذاك السلوك، وبطبيعة الحال راح يكون عنده تجسيد للسلوك في الواقع. يبدأ اكتساب هذاك السلوك بالنظر عند الطفل يبدأ من حوالي سنة إلى سنة ونصف، لأنه أول شيء راح يكون هذاك السلوك عن طريق يمارس ما يراه عن طريق سلوكات ما عندهاش علاقة بالنطق، ما يحتاجش يعني لغة أو كلام باش يقول، يكون يعني تقليد في البداية. نعم يكون تقليد. نعطيك مثال بسيط تقدر تعرف، مثلا كي يكون بيبي صغير هكذا يكونوا يلعبوا معاه، يعني من نقدر نقولوا من 9 أشهر حتى لسنة ونصف، يكون مازال ما عندوش يعني النطق السليم، مازال ما كانش، لكن فقط يقدر يدير هكذا. يكون مثلا يتعلم كلمة تعددي اللي هي عند الأطفال هي جرح، تجرح. حتى ما يكونش عنده جرح، ما يكونش موجوع، ما يكونش، باش يثير الانتباه والعاطفة تاع الأولياء يقول لهم ددي، باش يجوا يلعبوا معاه ولا يبوسوا له يده ولا. هذا اول شيء اللي يقدر يديره الطفل، هو في الاصل هذا هو كذب، لكن ماهوش بالكذب اللي نقدروا نصنفوه يعني كسلوك سيء، او لكن هو بطريقه لاثاره الانتباه، يعني الطفل عرف باللي هذا الشيء يجيب له اهتمام، يجيب له عاطفه، اذا داوم عليه. ولا دائما يروح لماما يقول لها ماما عندي ددي هنا، وما عندوش ددي مثلا في يده، ولا يدير هكا يضرب روحه باش زعما توجعه يروح ليها، يعني هذا نوع من أنواع الكذب، لكن بسيط طفيف اللي ما نقدروش نقوله أنه حاجة كبيرة. هنا من ناحية الاكتساب، إذن لهنا رو يكتسب، والأولياء هم اللي يعزوا السلوك أو يلغيوه. طريقة نعم، طريقة تعزيز السلوك تكون بعدم يعني بعدم كيفاش نقوله، وضع حد له. مثلا لما يجي يقول ددي وتقول له لا ما عندكش ددي، أشك تقول عندي، توصل له حتى ويكون صغير. أنا نهضره لما يكون حوالي سنة إلى سنة ونصف، مازال ما عندوش موسوعة لغوية، لكن لما نوضع حد لهذاك السلوك احنا نوجهه الطفل يعني. نعم، لأنه شوف، من نقدر نقوله من سنة إلى غاية 4 سنوات، لهنا الكذب بالنسبة للطفل ماهوش كذب، بالنسبة له راهو واقع يعيشه، لأنه ما يفرقش ما بين الواقع وما بين الخيال، ما بين الصورة الذهنية اللي هو رسمها في دماغه وما بين الواقع اللي يكون يعيش فيه. إذا وش راه يشوف في دماغه؟ صح. أيضا وش يعزز هذا السلوك؟ أيضا الرسوم المتحركة، لما يكون يشوف رسوم متحركة أو أفلام اللي خاصة بالأطفال، ولا هنا راح يشوف يعني قصص، ويشوف هو يحاول يعيش هذيك القصة، يحاول يكون بطل لها، إذا راهو ياخذ هذوك الصور ويحاول يجسدها. هنا وش يدير الطفل؟ راهو يعني يكون فيها شيئين، الشيء الأول أنه متعة ليه في هذاك الكذب أو في هذاك الخيال اللي هو قلنا ما يكونش سنوات أولى، وهذا الشيء يخليه يتواصل معه لو ما نوقفوش عند حده، لأنه يلقى فيه متعة. نعم، وشي ثاني أراه يعزز في النطق دياله ويعزز في اللغة، إذا هنا راهو يكتسب، هو حقيقة راهو يكتسب، راهو يوسع في الخيال دياله إلى آخره. والشيء ربما اللي دائما يلاحظ على الطفل الذي يكتسب سلوك الكذب أنه يكون عنده لغة، يكون عنده طلاقة وفصاحة في اللغة، لأنه لما تسأله
علاش ولا كيفاش ولا لما يقول لك جا مثلا يحكي لك حكايه ولا صارت لي حاجه ولا انت بطبيعه الحال لما ما تقتنعش بالقصه راح تطلب السؤال. المزيد تطرح السؤال هو راح يحاول بكل السبل انه يقنعك. الاقناع هذا كيفاش راح يكون؟ يكون عن طريق مسرحيه يمثلها قدامك يحاول يوصل لك بتصرفات بحركات معينه يحاول يوصل لك بلغه اذا كان عنده لغه سليمه. اذا الطفل الكاذب هو طفل موهوب، هذه هي الحاجة يعني اللي تغيضك. لكن لو وضعنا حد لهذاك الكذب راح هذيك الموهبة راح نستغلوها في جهة أخرى. نعم نستغلوها في حاجة واحدة أخرى، نستغلوها ربما أنه يولي يدير قصص أنه يكون عنده حاجة يعني إيجابية ماشي سلبية. لأنه إذا كان لم يتم وضع حد لهذا السلوك راح يتطور وين يولي يولي مره واحده اخرى سلوك اللي يضر بالطفل ويضر بالاسره تاع الطفل. لكن احيانا نشوفوا لو تطرحي سؤال على الاسر الجزائريه ولا الاهل يقول لك باللي حاولت معه بكل طرق وما قدرش ينحي هذه العاده، خاصه عند الاطفال. وكتاش نقدروا نقولوا على الطفل انه حاولنا معه؟ في اي سن نقدروا نقتنعوا باللي حاولنا مع هذا الطفل ولكن الوضع زاد عن حده؟ نعم، وقتاش يبدا يبان السلوك سلبي نعرفوا باللي هذه الحاجه تقدر تضر؟ قلنا بعد الاربع سنوات، يعني بعد الاربع سنوات لما الطفل يدخل للتحضيري لما يبدا يخالط ناس واحد اخرين. لانه في المنزل لما نكونوا نشوفوا قبل نعاود نولي نقطه مهمه باش نحوسوا نوقفوا السلوك. النقطة المهمة هي كيفاش الطفل هذا يكتسب الكذب. يكتسبه بطرق معينة، يعني نقولوا أسباب الكذب هكا باش يكون يعني مفهوم. أولا يكون عن طريق التقليد. لما يكون في الأسرة كذب مباح مهما كان بسيط ومهما كان صغير، خاصة هذه يعني هذه الملاحظة نوجهها خاصة للأمهات. كاين أشياء اللي تبان لنا بسيطة، مثلا دي وليدي نخرجوا معايا ونقول له ما تقولش لخوتك باش ما يزعفوش. هناني وصلت له فكره انه نعم بدايه. مثلا تروح الام لدار باباها جوز باكونس وتخرج تحوس الى اخره، ما يهمناش، احنا ماناش نقوموا السلوك، رانا نوضحوا كيفاش الطفل يقدر يكتسب. فقط للتوضيح. نعم، تقول له بالك تروح للدار تقول لباباك هاو يكتسب سلوك الكذب. لما تمد الطفل شيء على كما يقولوا على حساب خوه ولا على حساب اخته تقول له ما تقولش راني نوصل له في الكذب. لما مثلا نبعته يشري ونمد له ونقول له ما تقولش باللي مديت لك ليك باش ما يزعفوش، هاني وصلت له. في كل مره راني نبين له باللي الكذب يعني نقدروا نستعملوه. نعم نقدر نستعملوه وهو يعني يساعدني. مثلا الطفل يتاخر برا ويكون الوالد ديالو وصاه 6 تاع العشيه تكون في الدار، هو يدخل على 6:30، الاب ما يدخلش من الخدمه بكري، تقول له ما تقولش لباباك باش ما يضربكش، هاني علمته كيفاش يفلت من العقاب بالكذب. الأم هي بعاطفة، لكن الشيء يعني المحزن أنه الطفل راه يوصل في فكرة الدماغ ديالو بلي هادو كامل راني نحاول مرة واحدة أخرى يولي الكذب مصاغي يولي عندي. جميل، فقط سمحي لي نقاطعك. نعم. في هذه النقطة شوية على النقطة اللي وصلنا لها. نحب فقط لو ممكن نستقبل ولو مكالمة هاتفية واحدة من عند المشاهدين أو المشاهدات يروا لنا ولا يحكوا لنا تجربتهم مع أطفالهم فيما يخص الكذب، على الأقل مكالمة. يلا نرجع إن شاء الله. نعم نعود نولو. أيضا فيه سبب ثاني وأساسي للكذب ألا وهو الكره والغيرة. كيكون كاين مقارنة بين الإخوة يولي يكره خوه ولا يغير منه ولا يولي يكذب يدير تصرفات معينة ولا يدير حاجة اللي يكون من بعد عليها عقاب ويحصلها في خوه، خاصة إذا كان الأخ هذاك ما يعرفش يدافع على نفسه ولا المهم يكون بدافع العدوان بدافع الكراهية بدافع الغيرة. أيضا الكذب بدافع لفت الانتباه. لما يكون الطفل عنده حرمان عاطفي الأولياء يعني ما يطولوش الحاجة الكافية تاعهم العاطفة، ما يعنقوهش ما يلعبوش معه ما يقولولوش كلمات تاع نحبك انت وليدي انت عزيز. للأسف الشديد بزاف. نعم. ناس يعني ما تعرفش تعبر في الأسر الجزائرية. أكيد احنا أصلا نقولوا الحقيقة كلمة نحبك عندنا تقريبا راح نصنفوها في العيب داخل المنزل. أنه الأب يقول وليده نحبك ولا الأم يعبر عليها بطرق أخرى بطرق مادية، لكن بطرق تاع كلام وطرق عاطفية يعني عنده لازمة. وقع كبير على نفسية الطفل. أكيد عنده وقع، عنده وقع في نفسيته وفي تعزيز شخصية الطفل. هادو كامل عندهم آثار. وقلنا أنه الحرمان العاطفي أيضا يؤدي إلى الكذب. أيضا ضعف شخصية الطفل، لما يكون عندي طفل ضعيف شخصية ما عززتلوش بكلمات بتعابير صريحة باللي وليدي أنت قوي أنت فصيح أنت كذا أنت كذا، هنا الطفل نقص في الشخصية. نعم. وبالتالي يلجأ إلى طرق يألف أخرى قصص حتى يثير بها الانتباه. جميل، يلا نستقبل مكالمة هاتفية باش ما نطولوش على المشاهدين ونقولوا ألو صباح الخير. ألو وي صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك، شكون معنا ومنين؟ معك نوال من عين الدفنة.
يلا تحية لك وكل الناس عين الدفلة اللي رامي يشوفوا فينا صبيحة اليوم. تفضلي بسؤالك رانا في الاستماع. وي عايشك بغيت نهضر مع الدكتور. تفضلي راهي تسمع فيك. نعم راني معك. صباح الخير نوال. صباح النور يعيشك. صافا يسلمك الحمد لله مرحبا بك تفضلي. يعيشك انا مش زعما يكذب عليا ولا انا كيخافني كيخاف كاش حاجه هكا ولا يكذب. شحال في عمره؟ في عمره 8 سنين. عندي واحد 8 سنين وواحد 6 سنين. يكذب. نعطيك مثال كيما في الاختبارات هكا المره اللي فاتت دات تاع 75 كي قلت له لازم تدي 10 ولا هكا جا قال لي ماما ديت 10 ومن بعد كي نوديها تاع 75 كي شفت له النقطه سكت والصباح الصباح دفق الحليب هو دفق وقال لي لا ماشي انا خويا دفقوا. نعم يعني عنده اسباب بالنسبه لي تخليه يكذب داخله في الاسباب هذه. هو كيخاف هكا ولا يخاف كاش حاجه ولا تصيبو يكذب. طيب في حياته اليوميه ما تلاحظيش عليه الكذب؟ لا ما يكذبش كيخاف هكا ولا يتقلق ماشي يتقلق زعما كيما نقولوا في الاختبارات ولا في الفرض ولا كيخافني يكذب عليا. يلا جميل بقاي في الاستماع تفضلي. نعطيك مثال يقول لي خدمت ومن بعد كي نقول له صاي زعما خدمت يقول لي خدمت ولا كيخافني يقول لي ايه خدمت هو. طيب سيده زقات سقسي كيفاش تكون طريقه العقاب عاده كيفاش تعاقبيه؟ نقول له ما نهضرش معاك فقط والولي فقط ما تضربيهش وباباه. لا ما نضربوش باباه. باباه عاطي له لا ليبرتي يقول لي علاه تصقعني زعما قدامه هكا ولا ما ديريلوش هكا وانايا ما نبغيش هذيك الطريقه تاع زعما كي نعاقبه وهو يديفوندي عليه. يلا جميل بقى في الاستماع. شكرا على هذه المداخله سيده زقات. قالت لك يكذب فقط بالنسبه ليه يكون محتاج للكذب. نعم كنا احنا من بين الاسباب اللي مازال ما لحقنا لهاش يعني سبقتنا فيها هي الخوف من العقاب. التهرب من العقاب. العقاب اللي هنا سواء كان عقاب عاطفي كما قالت له نقول لك ما نهدرش معاه نولي ما نهدرش معاه هذا حرمان عاطفي بالنسبه للطفل خاصه اذا كان الوالده ديالو حنينه بزاف معاه. كي تقول له ما نهدرش معاك هذا عقاب. كيفاش ما نعاقبوش الاولاد؟ لا اكيد لازم نعاقبوهم. لازم يعني احنا الوالد ربي يرحمه كان هذه هي طريقه العقاب تاعو. ما يعيطش علينا ما يضربنا ما يهدرش معنا. اذا كان سكت الوالد نعرفه باللي احنا رانا درنا حاجه كبيره. يعني هذه من بين انجع سبل العقاب. لكن توصل له اني انا ما نهدرش معك بصح ماشي معناتها ما نكرهك ماشي معناتها ما نحبكش. ما نهدرش معك بصح ماذا بيا هذيك العلامه تكون احسن. ما تكذبش عليا صارحني قول لي العلامه شحال ديت ماني حنضربك ماني حنعيط عليك. هذيك ما نهدرش معك ماشي معناتها كرهتك معناتها راني حزينه معناتها خاطري مكسور من جهتك معناتها قادر تجيب كتر وما جبتش ما راكش تبذل في المجهود اللازم. هذا ما كان لما توصل له انه ما راحش يتعاقب على الكذب يتعاقب على عدم الصراحه خاصه انه لو نعزز سلوك الصدق بجائزه لما نعم في هذه النقطه ما تخافش. لا فقط ما تخافش هي من انه يكون موضوع متفاقم نطمنوها. لا اكيد لا ماشي موضوع متفاقم لانه هي قالت لك انا طريق العقاب ديالي يعني ماهيش تضرب فيه ماهوش يتهرب لكن او يتهرب من هذاك الحرمان العاطفي. توصل له يا وليدي انا ماشي نكرهك كي ما نهدرش معاك لكن انا يغيضني الحال خاطر قادر تجيب خير وما تجيبش ولما تجي تصارحني مانيش راح نعاقبك. هنا ما يوليش يخاف ويتهرب بالعكس راح تكون عنده صراحه شيء مليح. ايضا من ناحيه انه يحصل في خوه يعاودوا يشوفوا سلوك يعني اسكرم يعدلوا بيناتهم في التصرف سلوك ما بين الاخوين اذا كان عادل ولا غير عادل لانه ما دام الحق يدير الحاجه ويحصلها في خوه يعني ما كانش عدل في سلوك يعني البحث في الأسباب هو اللي راح يخلينا نحمو أطفالنا من هذا السلوك السلبي. أكيد البحث في أسباب لأنه الكذب ما يجيش من عدم يجي إما بتقليد إما بخوف من عقاب إما بطلب شيء معين أني نحوس على لفت انتباه نحوس على الناس تقيمني تقدرني لذلك أؤلف وأخترع قصص باش يشوفوا فيه باش يصفقوا له باش يولي الطفل هذاك يعني كاين الناس يحبوه. أكيد هو البطل. في الختام كلمة تحبي تقوليها لكل الأمهات اللي راهم يشوفوا فينا والآباء أيضا. أكيد نعم أول نصيحة نوجهها للأولياء أنه الطفل الكاذب يكون رفض السلوك بدرجة أولى من الأسرة. الأسرة هي اللي عزت السلوك. إذا لو نحن نتفادوا مهما كان يبان لنا بسيط نحاول أنه نتفادوه. سلوك الكذب ما بين قلنا سنة إلى 4 سنوات ما راهوش خطير جدا لكن يجب الوقوف عليه يعني ما نخلوش يتفاقم. ونقول اهم شيء للتلاميذ وللاطفال انهم يبداوا المراجعه خاطر انا بدينا ان شاء الله الفروض ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. هكذا باش الامهات اللي ما على بالهمش يخبرتكم. يكون على بالكم نبداو الفروض. يلا شكرا لك سيده ساره زقاده شكرا على هذه الاطلاله القيمه اللي دائما تفيدينا بها وتخصي بها برنامج الشروق مورنينغ لانه حقيقه
حطي يدك على واحد المواضيع يعني تهم كل الأسر الجزائرية. أكيد، لأنها مستنبطة أصلا من حاجة الأسرة الجزائرية. شكرا لك مرة أخرى مشاهدينا.